لما حد بيغيب فترة طويلة جدا بيكون عايز يعلن عن عودته بشكل قوي جدا، ومفيش اقوى من ان انت تكتب اسمك بالبنط العريض على ظهر موبايل. فلو جيت تبص لظهر الموبايل ده كده هتلاقي كلمة بوكو، بوكو باكبر حجم ممكن تتكتب بيه كلمة، بتقولك سلسلة البوكو رجعت. وفي الحقيقة لازم اقولك ان اكثر الناس تفاؤلا ما تخيلوش ان الموبايل ده ممكن يكون تسعيره 4000 جنيه مصري. 4000 جنيه لسعر النسخة 6 جيجا بايت رام مع 64 جيجا بايت ذاكرة داخلية، و 4400 جنيه للنسخة 6 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت ذاكرة داخلية. طيب افرض بقى انت عايز تشتري الموبايل ده من سوق او جوميا وتاخد عليه خصم. هنا انا هاخدك لنقطة جانبية شوية بس هتكون مفيدة جدا بالنسبة لك وسريعة، وهنا انا هرشح لك ان انت تشتري الموبايل ده او غيره من موقع luckyegypt.com. وده ببساطة لان موقع لاقي ايجيبت هيديك 50 جنيه هدية بمجرد بس ما هتسجل حساب لاول مرة، والاهم ان هم هيقدموا لك كاش باك لحد 50% من مشترياتك هترجع لك، والكاش باك ده هتقدر تستفيد منه لو اشتريت من اكتر من 200 موقع مصري وعالمي متوفرين تشتري منهم من خلال موقع لاقي ايجيبت.com، زي مثلا سوق، جوميا، امازون، علي اكسبريس وغيره كتير. طيب الكاش باك او الفلوس دي لما ترجع لك تقدر تسحبهم بكل سهولة من اي فرع من فروع امان، او ممكن تحولهم على حسابك البنكي، او ممكن تشتري بيهم من ابلكيشن لاقي. فانا رايي ان انت طالما كده كده هتشتري بسبب عروض البلاك فرايدي الضخمه جدا اللي موجوده الايام دي، فطالما هتشتري من المواقع دي يبقى تستفيد بقى من خلال موقع لاقي بالكاش باك اللي هيرجع لك. والاهم من كل ده ان هيكون في 20 فائز من دلوقتي ولحد 15 ديسمبر هيكسبوا تلفزيونات 4K غاليه جدا، والشروط بسيطه جدا، بمجرد ما هتشتري من خلال الموقع هتدخل السحب، وهيعلنوا عن الفائز عندهم على اكونت انستغرام فتابعهم هناك. وخلونا نرجع لوحش شاومي وتعالوا نشوف عيوبه ومميزاته. وبالتاكيد كالعاده خلونا نبدا بالتصميم. الموبايل هنا بيجي بظهره مصنوع من البلاستيك، وانا ما عنديش مشاكل كبيره قوي مع البلاستيك في الفئه السعريه دي، لكن التصميم نفسه غريب فريد، مفيش حاجه شبههم، مش هتشوف تصميم زي ده في الفئه المتوسطه. تحس ان هم راحوا في حته مختلفه، وبالذات تصميم الكاميرات. وبغض النظر عن كل ده كان في ناس على الجروبس بتاع شاومي بتتكلم عن ان بعض الناس اشتروا الموبايل فعندهم الكاميرا في منطقه اعلى من منطقه تانية. انا شخصيا النسخه اللي معايا ما فيهاش الموضوع ده اطلاقا، بس حبيت اتكلم عنه عشان يعني الفيدباك اللي بتيجي من الجروبس دي بتكون مفيده بالنسبه لي انا شخصيا. وقبل ما نسيب النقطه دي خليني اقول لك ان الموبايل هنا تقيل شويه كده وهيدخل على الربع كيلو، وكمان السمك بتاعه كبير. استغلوا بقى السمك الكبير قوي بتاع الموبايل ده في ان هم حطوا بصمه جانبيه، والبصمه الجانبيه هنا كهاردوير سريعه جدا، لكن هنا المشكله ان السوفت وير بياخد تقريبا نص ثانيه كده في الفتح، بيظهر لك الشاشه السوداء كده بعد ما بتلمس البصمه. اما الشاشه من قدام فبيجي فيها هول بانش صغير او فوق، ودي نقطه كويسه. كمان الحافه السفليه اللي موجوده هنا مقبوله جدا بالنسبه للفئه السعريه اللي نازل فيها الموبايل. والشاشه بتيجي من نوع IPS LCD، ما فيهاش اي انبهارات يعني، شاشه عاديه IPS، لكن سطوع الشاشه كان ممكن يكون افضل من كده بشويه، يعني كان محتاج 10 20% زياده عن كده. لكن المبهر جدا في الشاشه هنا والفريد واللي مش هتلاقيه في الفئه المتوسطه اطلاقا، وده هيكون اول موبايل ينول الشرف ده، هو ان شاشه الموبايل هنا بتيجي ب 120 هرتز كتردد للشاشه، يعني في 120 اطار بيتحركوا قدامك في كل ثانيه بتعمل فيها سكرول داون او سكرول اب في الموبايل هنا. كمان معدل اللمس هنا 240 هرتز في كل ثانيه، فالشاشه بريفريش ريت عموما خرافي، مش في الفئه بتاعت 4000 جنيه ولا 5000 جنيه، في الفئه المتوسطه كلها مفيش حاجه في اي حاجه قريبه من سعر الموبايل ده بتيجي ب 120 هرتز. ورغم ان الموبايل مليان مميزات بس دي النقطه الاساسيه اللي الموبايل ده بيبيع وهيبيع علشانها. طيب هل ال 120 هرتز دول محسوسين؟ خدها مني ثقة وانا متأكد من كلمتي، محسوسين جدا. وده هياخدنا لنقطة الأداء اللي فيها نقطة إيجابية جدا ونقطة مش عجباني. النقطة الإيجابية إن الموبايل هنا بيجي بمعالج سناب دراجون 732G، وهو الأحدث في المنطقة أو في الفئة السعرية دي. معالج قوي جدا بيدينا على توتو بنش مارك في حدود 285 ألف نقطة. كمان في ميزة كده بتاخدها في معالجات سناب دراجون، وهو إنه أنت ما بتعانيش من سخونة عالية، وكمان عندك هنا تبريد مائي موجود في الجهاز. فنقطة السخونة بشكل عام، احنا كمان في فصل الشتاء، فده مش يعني مش اصعب اختبار ممكن الموبايل يعدي بيه، بس انا لعبت على الموبايل في حدود ساعتين ساعتين ونص بشكل متواصل، ما كانش فيه سخونه اقدر اقول ان هي سخونه اعلى من الطبيعي. لا يعني لو انت بتخاف من نقطه السخونه فالوضع مستقر جدا لحد دلوقتي معايا في الموبايل هنا. والميزه الاضافيه الثانيه اللي بتاخدها في معالجات سناب دراجون ان هنا تحديد المواقع بيكون اكيوريت او دقيق جدا. اما النقطه اللي ما عجبتنيش فهو ان واجهه شاومي، وهنا عندنا المي يو اي 12، ودي اول تجربه مطوله ليا مع واجهه شاومي، لسه فيها تقطيعات. فيعني شاومي كانت من الشركات المميزة جدا على مستوى الواجهة، فأتمنى إن هم يرجعوا يركزوا تاني بشكل كبير مع نقطة السوفت وير، لأن لحد دلوقتي حتى في المي أي 12 لسه في بعض التقطيعات بتحصل بشكل واضح وأنت ماشي في النظام. وفي تجربتي مع لعبة ببجي موبايل، لو نزلت هنا بالجرافيك لأقل حاجة اللي هو سموز هتقدر تطلع بالفريم ريت لألترا. والموبايل هنا بيدعم إمكانية تركيب شريحتين، بس لو حبيت تركب كارت ذاكرة خارجي هتضطر تستغنى عن الشريحة التانية. الكاميرات الخلفية عندنا أربع كاميرات، الأساسية 64 ميجا بكسل، كاميرا 13 ميجا بكسل عشان التصوير بزاوية واسعة،
وعندنا كاميرتين اللي احنا معروفين بنكمل بيهم شكل الكاميرات بس. تعال بقى نروح للاداء، مش هطول هنا. كاميرات عظيمة في الاضاءة القوية، تفاصيل دايناميك رينج ممتاز، اماكن الشادو كده هنا خفيفة وفيها تفاصيل كتير جدا بتبان، واماكن الهايلايتس ما بتلسعش في الصور، والالوان واقعية الى حد كبير جدا. ففي الاضاءة القوية ممتازة في فئتها السعرية، في الاضاءة المنخفضة لا، يعني ما اشتريتش، ما عجبتنيش، مش احسن حاجة ممكن اخدها ولا حتى في الوضع التصوير الليلي. اما كاميرا السيلفي فبتيجي ب 20 ميجا بكسل، وهنا حبيت يعني اشتريت لان يعني شاومي كان دايما بيكون عندها مشاكل في السكين تون او لون البشره، فهنا لون البشره بقى ألذ بكتير جدا. ستيل مش واو بس لون بشره لذيذ جدا، تقدر تتقبله بكل سهوله. كمان التفاصيل مش اكتر حاجه، مش كتيره قوي، بس في نفس الوقت تحس ان هي التفاصيل اللي تخليك راضي عن الصوره اللي طالعه هنا. وفي الاضاءه المنخفضه هنا برضو ما اشتريتش، فهي كاميرا اماميه راضي عنها جدا في الاضاءه القويه لكن مش في المنخفضه. طيب البطاريه 5160 ملي امبير، وهنا حبيت انا اشتريت 120 هرتز. الشاشه دي بتاخد طاقه او بتسحب طاقه كتير جدا، ومع ذلك خدت 8 ساعات سكرين اون تايم. في وضع عادي في موبايل عادي شاشته 60 هرتز كنت هتاخد 10 ساعات و11 ساعة مع بطارية ضخمة زي دي، بس انا بتكلم هنا عن 120 هرتز وفي الاخر هتاخد 8 ساعات سكرين اون تايم، لا فل. بس انا هنا برضو بتكلم على استخدام متوسط مش استخدام طحن يعني. بص بقى في الاخر في شوية حاجات لذيذة قوي شاومي ما كانتش معودانا عليها، لكن في الموبايل ده شوية طفرات كده حاصلة. اولهم سرعة الشحن، عندك هنا شاحن 33 واط هتاخد 62% في اول نص ساعة، الموبايل بالكامل هيشحن في ساعة وخمس دقايق، فدي حاجة تخلي شاومي تدخل تنافس مع الناس اللي بتدي سرعات شحن خارقة في الفئة المتوسطة. والحاجة التانية ان موجود هنا ستيريو سبيكرز، يعني عندك سماعة المكالمات والسبيكر اللي موجود تحت، الاتنين بيطلعوا صوت، فانت بتاخد صوت من دول سبيكر وصوته عالي جدا ونقي بشكل كبير جدا مقارنة بالفئة المتوسطة. اما الحاجة الغريبة جدا فهو ان موجود هنا لمبة اشارات، ما شفناش الموضوع ده من زمان جدا في الفئة المتوسطة، ما بقاش في شركات بتهتم بيه، لكن موجود هنا لمبة اشارات تحس ان هي خفيفه قوي يعني مش هتكون واضحه، بس هي في الاخر ستيل اسمها لمبه اشعارات. وبالتاكيد طالما قلنا موبايل من شاومي يبقى موجود هنا اي ار سنسور عشان لو حبيت تستخدم الموبايل هنا كريموت كنترول. كمان في حاجه مميزه جدا هنا، وهو ان هنا مفيش الفايبريشن الرخم العادي اللي موجود في كل الفئه المتوسطه ابو زنه رخمه ده، لا هنا عندك فايبريشن اكيوريت قوي، بيديك هابتك فيدباك في ايدك، بيديك حاجه كده تحس انه ايه لمسه خفيفه كده بتعرفك ان في حاجه حصلت بدون ما تضايقك. واخر ميزه موجوده معانا في شويه المميزات اللي جايين ورا بعض دول، هي ميزة موجودة في اسم الموبايل اصلا، الموبايل اسمه بوكو X3 NFC، فالموبايل هنا بالتأكيد بدعم NFC، وده بقى مهم جدا بالنسبة للمصريين في الفترة الاخيرة، وده لان مصر خلاص بتتجه الى الدفع اللاتلاموسي، ان انت بس تعمل كده فتشحن كارت الكهرباء او تدفع يعني عموما. فباختصار كده خليني اقول لك بشكل سريع مميزات وعيوب الموبايل هنا. بالتأكيد المميزات شاشة 120 هرتز، معالج قوي جدا، كاميرات أمامية وخلفية ممتازة في الإضاءة القوية، بطارية ضخمة وبتدي وقت تشغيل شاشة ممتازة بالنسبة لموبايل بيجي ب 120 هرتز، وبالتأكيد شحن سريع 33 واط، وشوية بقى المميزات اللي بتيجي مع بعض NFC ستيريو سبيكرز واي ار وهابتك فيدباك. اما العيوب فهي مش عيوب على قد ما هي حاجات كانت ممكن تكون احسن، بس انا بقول عيوب عشان في ناس كلمة عيوب دي بتغسلها من جوه كده وبتخليها مبسوطة من المراجع اللي قدامها، فعيوب اهو هقول لك عيوب. الشاشة كانت ممكن تكون سطوعها اقوى من كده بشوية، الظهر البلاستيكي اللي في ناس بتفضله اصلا في الاساس عشان ما بتكسرش، بس في ناس تانية بتحب الظهر الازاز. والتصوير في الاضاءة المنخفضة في الكاميرتين الامامية والخلفية كان ممكن يكون افضل من كده، وواجهة شاومي فيها شوية تقطيعات. وبس دي كانت كل حاجة عندي عن الموبايل ده اللي هيكسر الدنيا الفترة الجاية، ده لو مظهرش فيه عيوب تصنيع او اي حاجة، واللي هيكون فيه منافسة قوية جدا بينه وبين الريدمي 7، وانا واحد من الناس هقعد اتفرج. بس بالتاكيد الموبايل ده ترشيح من ترشيحاتي الاساسيه في الفئه السعريه دي. انت كمان اكتب لي رايك تحت في التعليقات بعد ما عملت معاك استعراض لكل مميزات وعيوب الموبايل، وسبسكرايب لو اول مره تشوفني او شفتني قبل كده وما عملتش سبسكرايب، لا يعني اعمل سبسكرايب قبل ما نختم الفيديو. ممكن تتابعني بقى على فيسبوك انستجرام تيك توك، كل اللينكات دي موجوده تحت في الديسكريبشن. وكالعاده كان معاكم احمد بالحق، سلام.